خدته كام مكافأة الكاس دي يا كابتن خالد؟ انا وانت انت احنا بقى كان 1500 جنيه متهيألي صح؟ 1500 جنيه مكافأة الكاس. كانوا بيشيلوا من 1500 حوالي 10% كده، كان لا كنا بنوزعها ايوه كان بيتخصم ايوه بالظبط حوالي كده يعني، كانت محبة يعني. لا بس كانت بطولة غالية قوي، كانت 10 جنيه كانت الحمرة الكبيرة دي، فاكرها دلوقتي بقد كده لو موجودة عندك يعني. كابتن خالد مشوارك بقى يعني، مشوار خالد جد الله بعد الاعتزال، انت ما لعبتش غير في النادي الاهلي المقاولين، ما كملتش سيزون يعني، والنادي الاهلي عدت للتدريب في النادي الاهلي ودربت في بعض الدول في الخليج ومنتخب الاولمبي، احكي لي شويه، واين خالد جد الله الان من عالم التدريب والاداره الرياضيه؟ هو يمكن بداياتي يعني ابتديت في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي. مهم اللعيبه اللي طلعتها اللي ظهرت؟ لا لعيبه كتير بقى يعني، انا لغايه فرقه 17 سنه كنت ماسك فرقه 17 سنه اخر فرقه قبل ما اروح منتخبات مصر، ده كان موسم 96 97. كان بقى ابراهيم سعيد ومحمد جوده وحسن مصطفى وهاني سعيد واحمد السيد واحمد بلال واحمد صلاح حسني ما شاء الله، اشرف ابو زيد وكان احمد اكرامي الله يرحمه وامير عبد الحميد لا كانت فرقه ما شاء جامده الله. قعدت معاهم انا 3 سنين، عملنا فرقه، عملنا شغل كويس جدا. وبعد كده رحت منتخب مصر بقى للناشئين كان مواليد اعتقد 82. كنت انت المدير الفني؟ لا رحت، ده كان ابراهيم يوسف مدير فني وانا مدرب، وبعدها انت مسكت؟ بعد كده انا مسكت بقى مدير فني منتخب ناشئين كان مواليد 86 اللي هو بقى احمد سمير فرج. عندك ساعتها مشكله الامتحانات واللعيبه ما جاتش وما اتجمعتش بالظبط، فاكر انا ساعتها؟ وهي دي دايما مشكله منتخبات الناشئين، كان عندهم ثانويه عامه وكانت في مشكله كبيره ساعتها بالظبط. بعد كده بقى مدرب منتخب الاولمبي معاك كابتن شوقي، ده جون علامه يبقى هرجعه لك تاني. لا التوقيفه نص الجون التوقيفه يا جماعه، لانه حمده ابو راضي انا اديتها لحمده ابو راضي، حمده ابو راضي لخالد جد الله، خالد جد الله على ما يبقى جون، بشوف التوقيفه في وسط الزحمه كانت عامله ازاي والباص كان عامل ازاي. لا هاتوا من اول التوقيفه يا وائل، هتيجي دلوقتي. نكمل يا كابتن خالد لحد ما يجي الجون من اول بس، وبعدين المنتخب ده حمده الاولمبي ده كنا من التوقيفه هي التوقيفه بص بالشمال والسروب اليمين في وسط الزحمه. لا عملها حلو قوي، لا عملها حلو قوي 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 بس، ورجعنا الماتش كده واحد 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 واحد. منتخب الاولمبي معاك طبعا، كنت انت مدير المنتخب، انا كنت مدرب مع الالماني زيجي هيلد، من اسوأ المدربين في تاريخ مصر عبد الشافي. زيجي هيلد من اسوأ المدربين، ما رحناش انت فاكر ما رحناش، احنا كنا اولمبياد سيدني على جون على جون مع المغرب، وكانت مشكله في اخر ماتش مع المغرب هنا كان محمد فاروق بيلعب، ايوه كان عامل لنا جايب اجوان كويسه جدا، وجي قعده في الماتش ده حتى انا يعني اتكلمت معاه ساعتها، اتخانقنا بشكل جامد جدا معاه وما لعبوش ولعبوا الشوط الثاني ونزل جاب جول التعادل صحيح. ولكن على جون على ما رحناش، كسبنا في الماتش الاخير هناك 3، عملنا نتائج هايله ساحل العاج، كنا كسبنا 3-1 هناك 3-3 كسبنا منها 3-1 وهنا 3-1 ومالي 3-1 و1-1 هناك بالظبط، ومالي كانوا ثالث العالم، تونس هناك 3-0 3-0 هنا 2-1 2-1 المغرب هناك خسرنا وهنا تعادلنا، كان الحكم كريم ده وده احنا رسمي 3-2 خلص علينا. بعد بقى المنتخب الاولمبي 2001 سافرت السعوديه نادي الاتفاق السعودي، قعدت 3 سنين مسكت فرق الناشئين والشباب ويمكن عملت نتائج كويسه قوي، ويمكن اول بطوله في تاريخ نادي الاتفاق على مستوى الناشئين بطوله المملكه ما شاء الله، كنت انا اللي واخدها. وفاكر يعني لعبنا 26 ماتش كسبنا 25 وتعادلنا مباراه واحده ما شاء الله ما شاء الله. فقعدت 3 سنين في نادي الاتفاق، ويمكن هي فترة السفر دي فرقت معايا لان في الوقت ده هنا في مصر الكرة اتغيرت، دخل الوكلاء ويعني نظام الكرة ما بقاش زي قبل كده، يعني بقت احترافية اكتر. قعدت 3 سنين مع الاتفاق السعودي، وبعدين 2005 رحت بنياس الاماراتي كنت ماسك فرقة الشباب وسابوني اشتغل شهر، وبعدين طلعوني مع مدير فني الماني مع الفريق الاول، وبعدين رحت الوحدة السعودي فرقة الشباب برضو، وبعدين الفترة دي 7-8 سنين دول فرقوا معايا جامد ان انا كنت بره مصر مش موجود، لان كل المقاييس بتاعت كرة القدم من ناحية الشغل وشغل المدربين اتغيرت شوية بقى ليها سيستم معين صحيح. 2010-2011 مسكت المقاولين العرب الفريق الاول مع مدير فني كان صربي على ما اعتقد، صربي فرنساوي، ويمكن برضو موسم كان كويس جدا. مجموعة من الناشئين، انا فاكر كان عندنا ماتش النادي الاهلي والمقاولين العرب في استاد الكلية الحربية،
لعبنا بخمسة من قطاع الناشئين منهم محمد صلاح. نعم. محمد صلاح كان في الفترة اللي قبل كده ما كانش بيلعب بصفة أساسية. نعم. ابتدى يلعب بدءا من السنة دي. أي. لأن أنا كنت بتابع قطاع الناشئين بشكل كويس جدا. وكان الدكتور عمرو أبو المجد ربنا يديله الصحة كان ماسك, مدير قطاع الناشئين. فلعبنا ماتش الأهلي ده بخمسة لعيبة تحت 18 سنة. أي. والنادي الأهلي كان بيلعب فول تيم. نعم. أبو تريكة وبركات كل الفرقة. نعم. النادي الاهلي تعادل معانا 1-1. صلاح. نعم. جاب جون ولغايه الوقت بدل الضايع احمد شكري. أي. حط كوره كده لفت. من الجون كان دياكيتي كان قصير شويه. أي. راحت في المقص وخلص الماتش 1-1. بعد كده اتجهت للتحليل شويه. نعم. يعني خدت لي 3-4 سنين في موضوع التحليل وبعدين رجعت النادي الاهلي كنائب رئيس قطاع الناشئين مع كان كابتن عمرو برضه بالظبط. وبعدين نائب الاكاديميات. نعم. وبعدين السنه اللي فاتت دي رئيس قطاع الناشئين في نادي البنك الاهلي. نعم. لفتره لخمس شهور. وبعدين انا اعتذرت ومشيت لان الظروف ما كانتش ناس محترمه قوي في البنك جدا الأهلي. جدا اللي هو اللواء اشرف نصار ده حاجه عظيمه حاجه جميله. وراجل محترم وقيادي من صحيح. الدرجه الاولى يعني. حنيت تدرب يا كابتن خالد؟ طبعا ده في دمي حياتك يعني التدريب اصلا حياتي التدريب ومن اهم ما كنت بلعب. انت مهموم دايما بالتكتيك. طبعا. انت التكتيك عندك عالي الكاتشانه يعني زي بالظبط. نعم. بالظبط لان دي بتبقى موهبه من عند ربنا. وبتثقل بالشغل يعني صحيح. بالخبره ولكن لا يعني اتمنى طبعا ان انا ارجع للتدريب لان المستطيل الاخضر ده حياتي. بالنسبه لك مش فارقه تمسك فريق كبير فريق صغير قطاع ناشئين قطاع كبير درجه اولى دوري ممتاز؟ في مصر المفهوم عندنا بالنسبه للقطاعات قطاعات الناشئين مختلف. أي. ليه يعني اللعيب بيبقى لسه مبطل بيشتغل في قطاع الناشئين للاسف الشديد بره غير يعني كده. نعم. بره مش كده احسن مدربين عندهم خبره وعندهم موهبه بيشتغلوا تحت ليه لان انت بتطلع لعيبه كره من تحت ايديك صحيح. لعيبه كره تعمل مستقبل واستمراريه للعبه كره القدم. فطبعا على مستوى مصر لا بالنسبه لي ان انا ادرب فرقه ناشئين لا دي بعيده طبعا صعب. لا دي مرحله وعدتها. لكن تمسك قطاع بالكامل ممكن. طبعا تمام. دي ما فيهاش مشكله. وعلى مستوى بقى الدوري الممتاز دي قصه تانية. يعني انا اتمنى شاء الله. باذن الله.